اهلا بكم اخوة الاخوات في قناتكم اريد اسبور. هذا اخوكم يوسف، كنحييكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. تحية رياضية للجميع، نساء رجالا شيوخا شبابا واطفالا، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اخوة الاخوات، اليوم غنهضروا على جوج ديال المواضيع، موضوع اللي هو يعني دابا داير بوم عالمي، وموضوع طبيعة الحال كيخصنا حنا المغاربة. ندخلوا الاخوه الاخوات في الموضوع اللي كيخصنا حنا المغاربه، وعاد من بعد غادي ندخلوا في الموضوع المهم اللي هو يعني عام وعالمي. الاخوان والاخوات، كما كيعرف كل شيء، وان فريق الجيش الملكي غادي يلعب كاس العرب او يعني التصفيات المؤهله لدور المجموعات في كاس العرب سلمان، اللي غادي تلعب في السعودية في شهر 7. الآلي على التذكير راه سالا ب 0-0، تلعب في الرباط بين الوحدة الإماراتي والجيش الملكي. طبيعة الحال كنعرف طرد اللاعب فريق الجيش الملكي رضا سليم، اللي هو كيتعتبر من أبرز اللاعبين، واللي بصراحة هاد الأيام كيبان ليا شوية بحال حس براسو بهذا المعنى هذا، لأنه دارها مع اتحاد العاصمة وعاود دارها مرة أخرى، فخاص الإدارة شوية تدخل باش تكالمي شوية اللاعب، لأنه بدا كيحس براسو شي حاجة واقيلا زايدة ولا ما نعرف. مهم، كاين تما شي خلل خاص شوية الإدارة ترجع ليه. مهم، نكملو حنا الموضوع ديالنا. هو أن فريق الجيش الملكي كما كنعرفو سافر نهار الحد لمدينة أبو ظبي الإماراتية، جرى الحصص ديالو التدريبية، غادي يلعب في ملعب النهيان غدا يعني الأربع مع 5:45 ديال العشية بالتوقيت المغربي. الناس ديال أوروبا هنا الاتحاد الأوروبي 6:45 طبيعة الحال، ضد الوحدة الإماراتي. وهذا المقابلة اللي غتعرف الدخول بالمجان، حيث أن الاتحاد الإماراتي قال على أن هذه المباراة غتكون تأخذ التذكرة ديالك بالمجان. وهذه رسالة للمغاربة الموجودون في الإمارات ولا حتى في الدول المجاورة كما كنعرفوا في قطر ولا قريبة ولا السعودية، يمشيو يتفرجوا راه ما يخلصوا حتى شي ريال في التيران، وشجعوا فريق الجيش الملكي ولا يمشيو غيستمتعوا بالمقابلة بصفة عامة. غادي تجرى مقابلة طبيعة الحال اللي ضد الإخوان ديالنا الإماراتيين، ما كاين حتى شي مشكل بيننا وبينهم. اللي ربح غنصفقوا ليه، لكن بطبيعة الحال حنا كنتمنوا أن فريق الجيش الملكي يربح هذه المقابلة هذه، بخصوص أنها تكون دفعة قوية ليه بعد الإخفاق في الكاف في كأس الاتحاد الإفريقي أمام اتحاد العاصمة، والإخفاق الآخر في كأس العرش أمام فريق الفتح الرياضي الرباطي. المهم، هذا ما كان بخصوص فريق الجيش الملكي. بالنسبة للغيابات، غادي يكون ابرزها رضا سليم اللي غادي يخلي بلاصتو بهذا المعنى، واخا شويه مشغيب في هذه الايام، ولكن طبيعه الحال راه عنده دور فعال في الفريق وفي المجموعه اللي كتلعب. شنادر فروز في الالي ما فهمش شنو بغى يوصل لنا، دار مجموعه ديال التغييرات، دخل اغلب اللاعبين اللي دخل هما لاعبين يعني ما كانوش كيلعبوا، وهذا الشيء اللي خلى يعني في الاستديوهات التحليليه تجال واحد الكلام اللي ما عجبنيش في فريق الجيش الملكي، لانه فريق ضعيف كذا، هذه انه فريق يعني ليست له هويه، علما ان هاد الناس اللي كيهضروا على الهويه بين قوسين حتى هما راه شارينا غير بالفلوس. هاد المساله هذه اللي خلاتني شويه نعطاكي هاد المساله في هاد القضيه هذه. الحاجه الاخرى الاخوه الاخوات، هو ان نتمنى من داكروز انه شويه يعرف اش كيقول بخصوص انه كيهضر على فريق الجيش الملكي، حيت انه قال ان زعما نتوما معصبين عليا وكذا على الجمهور فريق الجيش الملكي، وان فريق الجيش الملكي 15 عام ما داش البطوله. يعني راه حنا عارفين تاريخ الجيش الملكي كبر بزاف من داك روز، اللي اصلا التاريخ ديالو بناه ليه فريق الجيش الملكي في هذا العام، هذا انه دار سي في على ظهر فريق الجيش الملكي، لهذا خصو شويه يهبط الارض ويهبط كتافو ويحترم راسو. مهم، ونتمنوا ما يديرش تخربقه ودخل اللاعبين الرسميين، لان نحن في حاجه الى مشاركه بفريق ثالث في كاس العرب، بخصوص اننا غنلعبوا يعني بجوج فرق، مجموعه مغربيه والمجموعه الاخرى فيها فريق مغربي اللي هو فريق الوداد البيضاوي، يعني الرجاء البيضاوي الى تاهل الجيش الملكي غتكون الى جانب الجيش الملكي بطبيعه الحال في نفس المجموعه،
والمجموعة الأخرى فيها فريق الوداد البيضاوي في التوفيق للفرق الوطنية كاملة، لا في الوداد في النهائي، هذه مسألة غنهضروا عليها من بعد، وحتى في كأس العرب. الموضوع الثاني الأخوة الأخوات اللي هو يعني داير ضجة عالمية حاليا، وهو موضوع فينيسيوس والعنصرية اللي تعرض لها في ملعب الميستايا ببالنسيا، حيث أنه يعني باش نعاودوا شويه الاسطوار باش نرجعوا اللور، في الدقيقه 75 الحكم طلب من الحكم انه يتدخل، لان بعض الاشخاص كانوا كيسبوه وكيقولوا له مونو اللي تعني بالعربيه قرد بهذا المعنى، هذا الكون انه يعني انتماءه برازيلي واللون ديالو الاسمر. طبيعه الحال احترامنا لجميع الاجناس وعاشت الانسانيه جمعاء. مهم، فينيسيوس بطبيعة الحال مراها كمل الماتش إلا أن في الدقيقة 91 الحكم أعطاه حمراء هكاك، وشاف غير اللقطة اللي ضرب هو مراها اللعب، ما شافش اللقطة اللي لعب فاش كان قاج فينيسيوس قبل منها، مشى الفار، لكن الفار بين ليه داك الشيء ماشي هو هذاك وأعطاه حمراء، وهنا بدا كل شيء كيغوت مونو تيران كامل، يعني قرد من اللي بغى يخرج دار ليهم بيدو داك السين ديال السيكوندا ولا كتعني الى الدرجه الثانيه، وخرج كيبكي عفوا. فناض الصداع وناض البوليميك وهضر كارلو انشيلوتي. المهم بلا ما نطولوا في هذه المساله هذه، دابا اشنو دار يعني بعد هذه الضجه العالميه اللي دار؟ هو اول حاجه هذوك سته ديال الناس اللي كانوا في الفار يعني وقفوهم على العمل، بداعي ان او اللقطه اللي وراو للحكم هي لقطه فينيسيوس ملي رياجه او يعني تفاعل مع اللعاب اللي كان قاجو، وما وراوش اللقطه فاش قجو اللعاب، يعني وراو غير اللقطه اللي بغاو، وراو غير اللقطه اللي كان فيها فينيسيوس هو الظالم، لكن ما وراوش اللقطه اللي قبل اللي كان هو المظلوم، فبالتالي هادو ما يعني توقفوا على العمل. الحاجه الاخرى هي توقيف دوك الاشخاص اللي كانوا واحد شدوا واحد المونيكا وصايبوها ديال فينيسيوس وعلقوها في واحد القنطره، فشدوهم بربعه ثلاثه وعاد الرابع ديالهم شحال واحد غيسولني كيفاش شدوهم كيفاش داروا لهم، هو البصمات اللي خلاو في ديك المونيكا والاي دي ان ديالهم اللي كان ديجا عند البوليس، وكانوا ديجا في 2019 يعني تشدوا فيت انهم تشدوا، لهذا كانت سهولة انهم يجيبهم. وبقى التحقيقات جارية، المسؤولين اللي كانوا في الملعب او الناس اللي كانوا في الملعب، المشجعين اللي كانوا في الملعب وكانوا مسؤولين على هذه الهتافات وهما اللي ايدوا بها. ف هذا الشيء اللي كان الاخوة الاخوات في موضوع فينيسيوس جونيور والقضية ديالو مع فريق فالنسيا او مع الليغا الاسبانية بصفة عامة، لانه دابا هدر نيمار هدر شحم واحد، وصلت القضية حتى انفانتينو والبريزيدنت ديال البرازيل رئيس البرازيلي، والقضية كبرت بزاف وهدروا خايب على الليغا. هادشي اللي غيخلي بزاف ديال النجوم يغادروا، غيخلي بزاف ديال النجوم اللي كانوا كيفكروا انهم يجيو الليغا وعندهم عروض في الليغا يفكروا مزيان قبل ما يجيو. وحنا عارفين ان امرابط راه هو عنده عرض من فريق اف سي برشلونه، المستويات الرائعه التي قدم، وطبيعه الحال ان بارسا راه ما بوستيت غيمشي بحالو، فخاص شي لاعب اللي يعوضو، فراه محط العين على امرابط. انا عطيتكم غير يعني واحد الخلاصه بسيطه، هذا ما كان الاخوه الاخوات، تحياتي لكم، كان معكم خوكم يوسف، كنحييكم من قناتكم اجد اسبور. احنا يلا بادين، فما تنسوناش بطبيعة الحال بشوية ديال الدعم شي دفيعة على هذه القناة، ونتلقاو في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.